متواصلين معكم أجواء امتحان اللغة الإنجليزية لليوم لطلبة الثانوية العامة. نتعرف على مجموعة من الطلاب، كيف كانت الأسئلة؟ تعرف عليك؟ هدى مطر، أدعى فرع الأدبي، توجيهي. عائشة أبو جلهوم، فرع الشرعي، توجيهي. هدى وعائشة، يعني شايف الوجوه أنا يعني نص نص، كيف كان اليوم امتحان الإنجليزي؟ كان هو هيك يعني مش مراعي للطلاب، يعني الوسط الآخر مش هيقدروا يجيبوا، يعني في أسئلة كانت مباشرة في أسئلة ما كانتش مباشرة، يعني هيك وهيك، يعني مش مية مية الأسئلة. بالمجمل كان الامتحان دقيق جدا، بعدين الوقت مش كافي. بالنسبة لمواضيع التعبير إنه إحنا يعني هم اللي صلحوا لنا فيه موضوع التعبير بس، والقطعة الداخلية ما توقعناش تيجي هي هذه وما درسناهاش لأنه جاي في امتحان قبل، فانصدمنا يعني ما فيش ولا حد رشح إنه تيجي القطعة هذه، انصدمنا منها. بالنسبة للقواعد ما كانش فيها مراعاة للمستويات بالمرة، وكان فيها فروق الامتحان فظيعة، يعني بدها مستوى متفوق. وبالنسبة للطلاب اللي ضعف مستواهم، أنا يعني كنظرة لإلي يعني كنظرة لمستواي ما توقعش إلهم نجاح، يعني كان مجمل الامتحان فيه ظلم جدا، وجد يعني الله يسامح كل حد كان له إيد إنه يحط هيك امتحان. أنا بالنسبة لي قدمت منيح، بس أنا أكد الكتاب من أول السنة يعني، بس تاع لبنت تانية ولا لبنت هذا ظلم ظلم ظلم، ويعني جد حرام. أتعرف عليه؟ طالبة إيمان شفيق أبو الكاس من قسم العلوم الإنسانية. اليوم امتحان لغة إنجليزية، أنا شايف الوجوه مش كتير، يعني كيف كانت الأجواء وكيف كانت الأسئلة؟ بصراحة الامتحان ما كانش كتير سهل، كان صعب، ما كانش هيك قبل من المنهج كله، يعني مش عارف ايش بدي أقول، صعب. أنا أول مرة أطلع من الامتحان هيك زعلانة، يعني الأسئلة صعبة. طب بالنسبة لموضوع الوقت كان مراعي؟ يعني الوقت نوعا ما بالنسبة للدرس ممكن يكون كويس له، يعني هيك وهيك. يعني بنستطيع نقول انه بصفة عامة الامتحان كان صعب ومش زي المتوقع. صعب مش زي المتوقع نهائيا، يعني انا لميت نماذج امتحانات ودرست بس ولا شيء اجى منهم ولا شيء. طيب بنتمنى لكم التوفيق. اليوم جامعة الإسراء جاي تسمع منكم وتنقل آرائكم، شو حابة تحكي لجامعة الإسراء؟ شكرا لكم جامعة الإسراء، وبتمنى لكم التوفيق والخير. متواصلين معكم أجواء امتحان اللغة الإنجليزية اليوم، خلينا نشوف كيف كانت الأسئلة. مجموعة من الطالبات، تعرف عليك؟ أنا الطالبة نيفين طلال إبراهيم البرداني من الفرع الأدبي. إيمان أبو لحية. نيفين وإيمان، اليوم امتحان الإنجليزي كيف كانت الأجواء وكيف الأسئلة؟ لا الحمد لله كانت هي الأجواء منيحة، القطعة اللي ادونا إياها منيحة بس الكلمات فيها شوية، القواعد بالمرة يعني حاسين يعني بالمرة إنه ما جاش معانا، بس في طبعا ما يعني نوعا ما الامتحان كان منيح، في شوية صعوبة بس والحمد لله على كل حال. القطعة كانت معانا سهلة كتير، أما القواعد يعني والكلمات بالمرة ولا سؤال عرفنا نحل. طب اليوم جامعة الإسراء جاياكو قبل النتائج، بتسمع منكو وبتنقل آرائكو، شو حابين تحكوا لجامعة الإسراء؟ نشكر جامعة الإسراء وكل العون إلهم وكل التوفيق، وإن شاء الله يا رب هيك عجني زي ما يجي يسمعوا أرانا كيف بامتحاناتنا، وإن شاء الله يا رب يفدنا دعواتهم يدعوا لنا ويقفوا معنا ويحققوا يعني يطلبوا من الوزارة نفسها يخففونا عن الدعم اللي بنجيب. يعطيهم ألف عالف يا ونشكرهم على الدعم اللي بيجي. يعطيكم العافية. تعرف عليك؟ اسمي ديما دعيس، علمي. طبعا امتحان اللغة الإنجليزية كان طويل، فالقطعة يعني كان الأسئلة صعبة وطويل وبده وقت، صح انه كان 3 ساعات بس انه يعني يدوبنا لحقنا بهاي 3 ساعات. وطبعا في شكوى من الجرامر بيحكوا انه كان الامور صعبه، كيف كان؟ كان هو صعب، هو اغلب الامتحانات بشكل عام كلها صعبه وبدها وقت، ويعني اغلبها صحيح من الكتاب بس فيها يعني لف واشياء مش واضحه، والله يوفق الجميع يا رب. اكيد الله يوفقكم. اليوم احنا جامعه الاسراء جايين مش بعد النتائج، قبل بنسمع اراكم وحابين نقول صوتكم، شو حابه تحكي لجامعه الاسراء؟ طبعا بالتوفيق وللامام ومزيد من التقدم ان شاء الله. شكرا جزيلا. متواصلين معكم ولسه في اجواء امتحان اللغه الانجليزيه، يعني بالمجمل بيشكو والامور الى حد ما صعبه. ناخذ اراء مجموعه من الطالبات، تعرف عليكم؟ ايمان سالم الفرع العلمي. فاطمه بليلى علمي. مرام رضيع علمي. يعني انتم اليوم فرع العلمي والادبي كان فيه صعوبه، امتحان الانجليزي كيف كانت الاجواء اليوم؟ كيف كانت الاسئله؟ بشكل عام الامتحان صعب والقطعة الخارجية صعبة جدا وكلماتها يعني ما مرت علينا، الوقت يعني كان 3 ساعات وكان يدوب على الأد. هو القطعة الخارجية اللي كلماتها يعني هيك كانت صعبة، وشوية كان في هيك في الجرامر وهيك في صعوبة في الجرامر كان شوي برضو. القطعة الخارجية كانت صعبة والجرامر كان كتير كتير فيه كان صعوبة فيه،
والوقت مش كافي بالمرة، يعني احنا ما لحقناش نحل شيء.